السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا اليوم عندنا أنشطة التقويم التشخيصي والدعم الاستدراكي الوقائي للمستوى الثالث من كتاب المرجع في الرياضيات للسنة الثالثة. إذا غادي نبداو بالسؤال الأول، أكتب عدد الرمانات. إذا غادي نحسب عدد الرمانات وغادي نكتب العدد هنا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. إذن لدينا 17 رمانة، لدينا 17 رمان. إذن بالنسبة للسؤال الثاني، أحسب ما يلي. إذن 3 + 5 كم تساوي؟ 8. العملية الثانية، 6 + 8 تساوي 14. إذا بالنسبة للسؤال الثالث، أحسب ما يعني 7 - 4. إذا 7 نطرح منها 4، إذا الباقي هو 3. و 17 - 8، إذا 17 - 8، إذا الباقي هو 9. بالنسبة للتمرين الرابع أو السؤال الرابع، أختار الوضع العمودي الصحيح بوضع العلامة في. إذا فكما كنعرفوا في الوضع الصحيح دائما خاصو يكونوا الوحدات تحت الوحدات، العشرات تحت العشرات، والمئات تحت المئات. هنا كنلاحظوا بلي هاد الرقم ديال الوحدات ما جاي فوق منه حتى شي رقم، وهنا عندنا الرقم ديال الوحدات جاي تحت منه العشرات، وبالتالي فهاد الوضع هذا خاطئ. بالنسبة للعملية الثانية، عندنا الوحدات تحت الوحدات، العشرات تحت العشرات، وعندنا هنايا المئات، وبالتالي فالوضع الصحيح هو هاد العملية هذه. دائما كيكون الوحدات تحت الوحدات، العشرات تحت العشرات، والمئات تحت المئات، باش يكون الوضع العمودي صحيح. إذا بالنسبة لتمرين 5، أنجز عموديا للعمليتين التاليتين. إذا غادي نحاولوا نطبقوا فيها هادشي اللي شفنا في التمرين اللي قبل، أننا نوضعوا العملية بالشكل الصحيح. إذا العدد الأول 61 زائد العدد الثاني، عندنا مكون من رقم 1 اللي هو الوحدات، خصنا نديروه تحت الوحدات وندير الكسر ديالي تساوي. إذا 1 + 9 كم تساوي؟ 10. ما غاديش نكتب 10 كلها، أكتب الصفر واحتفظ بالواحد. 1 + 6 تساوي 7. إذا 61 + 9 تساوي 70. بالنسبة للعملية الثانية، إذا عندي العدد الأول مكون من رقمين الوحدات والعشرات، وعندي العدد الثاني هو مكون من رقمين، إذا الوحدات والعشرات. إذا الوحدات غادي نكتبهم تحت الوحدات، إذا 7 كتبت تحت منها 5، والعشرات نكتبهم تحت العشرات 3، وندير الخط وندير تساوي. 7 + 5 كم تساوي؟ 12. أكتب الاثنان واحتفظ بالواحد. 1 + 4 = 5 + 3 = 8. دائما ما نساوش الاحتفاظ، نبداو به هو الأول باش ما نساوش. بالنسبة لتمرين 6، أنجز عموديا للعمليتين التاليتين. إذا هنا كان عندنا عمليتين الجمع، دابا عندنا عمليتي الطرح. إذا غادي نديرو بنفس الطريقة، الوضع خصو يكون عندنا صحيح. إذا 75 - وعندنا هنايا مكون العدد الثاني مكون من رقم 1، إذا غادي نكتبوه تحت الوحدات. إذا 5 - 9 لا يمكن، لأن 5 أصغر من 9. إذا هنايا غادي نتسلفوا 10 ونردوا السلف هنايا. إذا 15 تولي لي هنايا تسلفنا 10، تولات لي 15. إذا 15 - 9 كم تساوي؟ 6. 7 - 1 اللي تسلفنا 10 يبقى لي 6. إذا العملية الثانية، 69 - 15، دائما الوحدات تحت الوحدات، 9 تحت منها 5 و6 تحت منها 1، ونوضح العملية ديالي بالشكل الصحيح. إذا 9 - 5 يمكن، إذا هي 4. 9 إلا طرحنا منها 5 يبقى لي 4. 6 - 1 ممكن، إذا يبقى لي 5. 6 - 1 تساوي 5. إذا الخارج هو 54. إذا بالنسبة للسؤال السابع أو التمرين السابع، إذا عندنا عملية ديال الطرح وعملية ديال الجمع. إذا نبداو بالعملية ديال الجمع. إذا عندنا العدد الأول هو 498 زائد، هنا خصنا نتابعو. إذا مكون من رقمين، غادي نبدا بالوحدات نوضعها تحت الوحدات، والعشرات نوضعها تحت العشرات. إذا تحت 9 غادي نوضع 6، ونوضع العملية ديالي تساوي. 8 + 7 تساوي 15. أكتب الخمسة واحتفظ بالواحد. دائما نبدأ بالاحتفاظ هو الأول. 1 + 9 = 10 + 6 = 16. أكتب الستة واحتفظ بالواحد.
واحد زائد أربعة تساوي خمس، إذن المجموع هو 565. بالنسبة للعملية الثانية عملية طرح بنفس الطريقة، إذن عندي 584 ناقص 39، إذن تحت الوحدات نكتب 9 وتحت العشرات نكتب 3 ونوضع الخطة ديالي. إذن 4 ناقص 9 لا يمكن، لماذا؟ لأن 4 أصغر من 9، إذن هنا غادي نتسلف 10 ونرد السلف هنا. إذن 14 ناقص 9 تساوي 5، 8 ناقص هنا ما بقاتليش 3 ولات لي 4، راني رديت السلف هنا. إذن 8 ناقص 4 تساوي 4، و5 ناقص لا شيء تساوي 5، إذن الخارج هو 545. إذن بالنسبة للتمرين الثامن، أحول الكتابتين التاليتين إلى كتابة ضربية. إذن باش نحول المجموع للضرب غادي نشوف شنو هو العدد اللي كيتكرر لي هنا، اللي كيتعاود هو العدد 3. شحال كيتكرر لي من مرة؟ 1 2 3 4، إذن غادي نكتب هنايا 4، كنكتب العدد اللي عندي هنايا اللي مكرر وكندير نضربو في العدد المرات اللي كيتكرر لي فيها هاد العدد. إذن إلا حسبنا 3 زائد 3 6 زائد 3 9 زائد 3 12، و 3 في 4 تساوي 12، هكا باش نتأكدو من العملية ديالنا. بالنسبة للعملية الثانية، إذن عندي 6 زائد 6 زائد 6 زائد 6 زائد 6 زائد 6 زائد 6، إذن شنو هو العدد اللي كيتكرر لي هنايا؟ هو العدد 6. إذن شحال كيتكرر لي من مرة؟ 1 2 3 4 5 6 7، إذن كيتكرر لي 7 مرات. إذن إلا حسبنا 6 7 المرات تعطيني 42، و 6 في 7 تساوي 42. إذن بالنسبة للسؤال 9، أحول الكتابتين التاليتين إلى كتابة جمعية. إذن هنا كانت عندنا كتابة جمعية حولناها لكتابة ضربية، دابا هما عطاونا الكتابة الضربية غادي نحولوها لكتابة جمعية. إذن غادي نبداو بالعدد الأول شنو هو 5، إذن 5 هو اللي غادي يتكرر لي شحال من مرة؟ غادي يتكرر لي 5 ديال 4 ديال المرات، وغادي ندير زائد، إذن 5 زائد 5 زائد 5 زائد 5، إذن عندي العدد 5 هو اللي كيتكرر 4 ديال المرات، داكشي علاش كتبت 5 وكررته 4 ديال المرات. بنفس الطريقة هنايا إذن عندي العدد الأول شنو هو؟ هو 7، إذن 7 شحال غادي يتكرر من مرة؟ 3 ديال المرات، إذن هي 7 زائد 7 زائد 7. ولا بغيت نتأكد نحسبهم، 5 في 4 تساوي 20، 5 زائد 5 10، زائد 5 15 زائد 5 20، 7 في 3 21، 7 زائد 7 14 زائد 7 21، وبالتالي فالإجابة صحيحة. إذا بالنسبة لتمرين 10، أساعد ماجدا في إجابة الإجابة على العمليات التالية. إذا 10 في 2، إذا 10 في 2 يعني إلا بغينا نحولوها لكتابة جمعية هي 10 زائد 10، و10 زائد 10 تساوي 20. 5 في 2، إذا 5 في 2 إذا بغيت نحولها لكتابة جمعية هي 5 زائد 5، و5 زائد 5 تساوي 10. 5 في 3، وجدول الضرب حنا خصنا نحفظه، إذا هي 5 زائد 5 زائد 5، إذا 5 في 3 تساوي 15. 10 في 4 هي 10 زائد 10 زائد 10 زائد 10 4 مرات تساوي 40. إذا إلا بغينا نكتبوهم هنا نكتبو هنايا 10 زائد 10 تساوي 10 في 2 تساوي 20، 5 في 2 هي 5 زائد 5 تساوي 10، 5 في 3 هي 5 زائد 5 زائد 5 تساوي 15، و10 في 4 هي 10 زائد 10 زائد 10 زائد 10 تساوي 40. إذا إلى هنا نكون قد انتهينا من الصفحة 7، إلى اللقاء في الفيديو القادم مع تتمة هذه أنشطة التقويم التشخيصي للمستوى الثالث مع الصفحة 8 إن شاء الله، إلى اللقاء.